محطة اليوم مسجد الفتح. مسجد الفتح، ويقع في الجنوب الغربي من جبل سلع. أثناء غزوة الخندق اشتد حصار قريش وأتباعها على المدينة، واشتد الكرب وعظم البلاء وشح الطعام وعم الخوف، حتى ظن المؤمنون كل ظن. عندها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الفتح، فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى النصرة وأن يرفع عنهم الكرب والبلاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثة، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين أي الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وسار أهل المدينة على النهج من يومئذ.